السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بصحه جيده. غادي نوجد معكم اليوم واحد المغرير اللي ناجح. كيف كتشوفوا غنحتاجوا كاس مع مرش ديال الكوك، وهنايا عندي معلقه عامره مزيان ديال الفورص، خماره فاني، وربعه الكيسان ديال السميده الرقيقه. غادي نديروه في مولينيكس. هنايا راني درت ربعه الكيسان ديال الماء دافي. صافي، غادي نضيف المكونات. ضفت هنايا الكوك، غادي نضيف دابا السميده. هاد البغرير راه ناجح وما كياخدش لنا الوقت بزاف، تماك كادي كيوجد الضياف الغفله. غادي نطحن هاد الشيء مزيان في مولينيكس. من بعد عاد باش غادي نضيف هذاك الشيء اللي بقى عندي. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الخليط. هنايا غادي نضيف الفورص، ونسيت ما قلت لكم معلقه صغيره ديال خميره ديال الدار. والبنات راه العبار ديال كاس العنبه، سمحوا لي ما ذكرتهاش في الاول. هنايا غادي نزيد فاني، وغادي نزيد الخماره حتى الاخر ديما. صافي، من بعد غادي نضيف قبصه ديال الملح ونطحن هذا الشيء كامل، ونخليه واحد 5 دقائق يرتاح، وغادي نبدا نطيب فيه مباشره. هنا راني خديت مقله ديال البغرير وسخنتها، ودي طريقتي ديما كندير زيت، وكنبقى ناخذ غير شي كلينكس ولا شي بابي فين ما كنبغي نرمي البغرير، كندوز بهذا الكلينكس. هذه هي الطريقه ديالي. كنتمنى البنات تجربوا هاد البغرير بالكوك اللي كيجي المذاق ديالو رائع، حتى ملي كيبرد وكنعاودو نسخنوه هذاك المذاق ديال الكوك كيعاود يعطي واحد النكهه اخرى. هنايا كنرمي مباشرة من المولينيكس، ما كندير لا مغرف لا حتى شي حاجة، كنستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي. تا هو شكرا البنات، راه كيجي ناجح ومذاقو رائع بالكوك. كنتمنى تجربوا وتردوا عليا الخبار. عجبكم هذا الفيديو طبيعة الحال ما تنساوش تضغطوا على لايك، تزيدوا تشجعوني، واللي كي جديد كيزور قناتي لأول مرة ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم.